حلقة مرعبة جدا من ليجندز اوف رونيتيرا، محبين ريوت، محبين العاب ليج اوف ليجندز، محبين العاب البطاقات، يعني من جميع الانواع. اللعبة يلي موجودة على البي سي وحتكون موجودة قريبا جدا على الجوال وعلى التابلت. اللعبة ليجندز اوف رونيتيرا دخلت ارينا بالبث المباشر على twitch.tv/onegenjin1. اللي بحب يتابعنا بيقدر يفوت على البث المباشر يعمل فولو او يروح على رابط ديسكورد، كله موجود بالدسكربشن. وعملنا ارينا، وانا بصراحه هي تاني ارينا اعملها بحياتي، بس وصلت للمباراه النهائيه اللي هي مباراه واحده، يا بتربح اكبر جائزه يا بتربح تاني اكبر جائزه. بالحالتين احنا ربحانين. طبعا مو انا لعيب، ولكن لاني كتير بلعب العاب بطاقات مثل هيرثستون، هدول الشغلات ليجند. انا بهيرثستون، يعني هو اعلى رانك بهيرثستون، هي لعبه البطاقات الاولى عالميا فعليا اذا بدنا نكون صريحين. مشان هيك ما لقيت الموضوع كتير كتير صعب، بس طبعا اللعبه مختلفه تماما. ويعني اذا بتهمكم موضوع انت بدها تنزل اللعبه على الموبايل على التابلت، هدول الاشياء اكتبوا لي بالتعليقات لنعمل لها مقطع تسريبات وهيك اشياء. انا معي كارما واز بالخلطه تبعي، ضدي في تيمو وزد وكارما. تيمو وزد وكارما اقوى مني ككومبو بصراحه، بس ححاول شوف كيف بدي اتفاعل مع الموضوع. حشيل كل شيء وخلي بس از بالايد ونشوف شو حيطلع. طبعا ما حادخل بموضوع الشروحات بهي المباراه او بهذا الجيم، لانه في يعني عالم بتعرف اللعبه، وفي عالم ممكن تشاهد هذا المقطع بعد اشهر واللعبه تكون قديمه. عشان هيك نخلي الجماليه تبع اللعبه. يلي بده شروحات والاشياء نزل تيمو الاخ، يلي بالتعليقات كمان لنزل. واذا لقيت دعم على هاللعبه اكثر واكثر حنزل لها مقاطع كتير، سلاسل كتير، وبسوس كتير. طبعا اللي بحب يتابعني بشكل شخصي على الانستغرام، انستغرام عمر نقاع، بتنكتب OMARNAKKAA، الرابط موجود بالوصف طبعا. وبداية مرعبة للخصم حاليا، بحيث انه هيضرب بتيمو ويعطيني 5 مشروم جوات الخلطة تبعي، يعني في 5 دامج حنأكلهم بعدين، عشان هيك ندير بالنا. انا لساتني باسيف ما عم بلعب شيء، عم جمع 3 مانا فعليا، وهو عم بيكتر من المشرومات شوي شوي. اذا هو على المدى الطويل قوي جدا، انا كمان على المدى الطويل قوي، بس هو شوي هيك كاونتر لي بصراحه، عشان هيك ما بعرف شلون حاتعامل معه. حبلش باني نزل از حاليا لشوف اذا بيقدر يصده لاز ولا ما بيقدر. انا ما بتوقع معه هلا الوسف، عشان هيك حيتركني اضرب باز هيك اتوقع، ما بعرف، خلينا نشوف. اوه قتل تيمو تبعه او اعطاه شي شغله. اوكي، اذا حوله لليفينج شادو، وبالتالي عمل لي كومبو مرعب جدا، وخسرني از ببدايه مرعبه بالنسبه له. وانا هون مو غلط اني خلي عندي 2 سكرابر جاهزين، مشان اذا صار شي هجوم او شي قصه يكون عندي اشياء قاتل فيها. بداية كتير سيئة لنا بالوقت الحالي، بس هذا لا يعني شيء. طبعا احد الاسباب عملت السبيل كمان مشان يرخص حق هاد. بدنا نطرق سبلات. نزل تيمو مرة تانية. اذا انا ما عندي غير هاد، فيني حول في شي، بس ما فيني حول لشامبيون، مشان هيك هذا بدي خبيه لليت جيم. في عنا هيك سبل هلا ممكن اطقه، لانه ما عندي شي يساوي. بيك ا كارد ان هاند. ممكن كارما ننسخ منها، ولا بلازا جارديان، نيناتهم حلوين. ما بعرف مين الاتقل بهالحالة، بس البلازا ليت جيم اكتر، وستان حلو بس البلازا اكتر. بلازا اكتر جايز، هاي الحقيقة. مو دايما الهيرو هو الشيء اللي بدنا ندخل عليه. اذا حيضربني 5 مشرومات جداد، وهو بالطريق انه يلفل. اوه يا لطيف، لفل تيمو، لفل تيمو، يا ساتر. اوه ماي جاد، تيمو ليفل 2 من الميستيك شوت. تجي فورا. صار في 30 مشروماي عندي، 30 من المشروم. يا ساتر، جيم صعب دغري. عم ناكل مشرومات. يلا
كارما ان شاء الله ما يكون له عنده حل لها. صفن شوي. مزيد من المشرومز انكمينج. ما في شيء حساوي بس اكسب سبيل. اوكي صار فيني اقتل تيمو. اخ اخ كثير في مشرومز. شو الحل؟ عم بزيد المشرومز. بدي احاول اقرب لمرحلة متقدمة باللعبة مشان احاول اقرب لمرحلة متقدمة باللعبة مشان اوصل لمرحلة اني ارجع طاقة قبل ما يكون تو ليت. هذا ستة، بدي اخسر ستة مانا لقتل تيمو بس ما في حل تاني. ما ضرب بتيمو ليش؟ ما بعرف شو سبب عدم ضربه بتيمو. ما بعرف يمكن لانه ما عنده حل يهربه. اذا خلص الراوند وصار وقت خلص على تيمو. عفوا نتركه ان شاء الله ما يكون عنده ريكول. هلا صار في عندي ثلاثة بلازا. صار حقهم ستة. قربت ومزيد من الكلاود وعندي 23. جيم صعب كثير بالوقت الحالي يا شباب. بلش حط البويزن اكيد. عم يزيدوا البشرومز. طاقتي 10. هات نشوف سكرابر. جاني كارما وفيها مشرومتين. ثواني، انت شو وضعك بالحياة؟ يمكن اهم. اهم من هذا حاليا. ما لازم خليه ابدا يضربني هلا. لبين ما هي الحالة. لازم ما اخليه يضربني لبين ما هي الحالة. اي ضربة ممكن تعمل نهاية. لسه عنده بايده 10 مشرومز و 31 هون و 41 دامج مشرومز. اوكي سو هاد اللي حيضرب. حيصده بهاد اتوقع. هيك اظن. طيب بدنا شي صد نفس الوقت يرخص حق هدول. اخ اذا كمية المشروم مرعبة. تشانس تقريبا بكل كرت يطلع لي مشروم او تنتين تقريبا. حلو ما طلع لي مشروم او تنتين. جرانت الاي ان هاند 1-0 كثير حلو. اوكي اذا نزل دقته الكارما فعليا. هو حاليا دقته الكارما مفروض يعني فيني امنعه. تفضل. وهات تشالنجر بيقدر يسحبها لانه ما بدي كارما تموت هلا انها تلفل.
ما عم بيجي هيل. اخ وجع عالي. لو بستنى دور واحد بس. نخفف شوي. كرييت يا ترى. لا مستنى دور 3 6 9. بس اشوف شو بده يطلع. اتاك ماشي. صار عنا حل لإنقاذ كارما بالحالات الصعبة كتير. هدول صاروا أربعات. خطتنا ماشية منيح بس تعطي قليلة. قرر يصد كل شيء. قرر يصد كل شيء إلا الثمانية. ليش؟ مشان ينهيني الدور الجاي. اتوقع هذا اللي فكر فيه. عمل لي ريكول لثلاثة. هيك نهاني. اتوقع جي جي عنده الكرت اللي ما توقعته والله. حقه 9. شو فيني ساوي بهالحالة؟ والله فيني انزل هدول الاثنين. فيني اعمل كوبي منه للكرت القوي. كوبي منه وهاد مثلا او هاد 4 8. تعال نشوف. اول شي نعمل كوبي من هاد. هلا هاد عملنا منه كوبي. صفي 4. صفي 3. هاد احسن معناتها. بنصد هيك. بنصد. لقيت حل للصد على فكرة. هسا ما استسلمت. لقيت حل للصد بالبراغي والمفكات. هلا هذا شو اتفقنا؟ اند راوند. هلا ما عاد يهجم بقى اتوقع دغري. قديش؟ شو معي؟ ما هيهجم دغري. بدي انزل شيء يمكن لانه صار فيني صدوا اذا هجم دغري. 5 ل 5. بأسوأ الامور بخسر كل جيشي. بخسر كل جيشي بس ماني متضايق. ماني متضايق. هذا بتوقع هذا احسن شيء صد هذا عشان يقتله. استنى كارما ولا لا؟ سؤال كتير مهم وحرج. سؤال مهم وحرج. بس لا حاخلص من هذا الكبير. وكمان هذا اللي خفف منه شوي انه بيخوف. وبلوك. جيم صعب يا شباب. محبين هيك هاللعبة بيعرفوا قديش الجيم معقد. سبيل جديد من عنده. ريكول رجع مشان يطير لي كروتي. شو هذا اكلت 3 مشروم. اكلت 3 مشروم. هذا حلو.
معلش فكر شوي، فكر شلون بدي انهي الدور الجاي. انت روح هلا مالك طعمه، الجيم معقد. 9 ولا 5؟ جيم معقد جدا. شو بدنا نساوي؟ عنده 4. تمام. جيم معقد بس في خطة ببالي. Now I am attacking كارما. فيدني كارما بهالحالة. إذا نزلت هاد هو عنده إياها نفسها، بشيل لي 4 كروت. إذا هاجم الدغري شو بده يعمل؟ ها ها هذا 2. هاد حابب اعرف شو بيعمل بهالحالة. منيح الوضع. Let's see. يصدهم ما في حل الا اذا معه سبلات. شو هاد السبل؟ ستان ان اتاكينج انمي، بده يعمل ستان لهات. اذا هو حياكل 6، هذا اني اعمل له ريكول ونزل محله ما له محرزه كثير. تعطي 3 مشروم بتخلصني. ما في شي فيني ساوي لأعمل شي هلأ بالثانية. Let's see. Close one لهلأ. حينزل يرفع الأربعة. توقع. نعم رفع الأربعة. عفوا 3. اوكي هلا بس تمام. بدي جولتين لسه لاربح اللعبه، بس حقدر اصمد جولتين. نزيل نزيل يا ريت لو الجولة الثانية هجومي كان فرق كل شيء. اوه ماي جاد، الوضع كثير صعب جدا. بس ما اكل 3 مشروم هلا، بس بدي اصمد 3 مشروم جولتين بربح. لازم الوسيف طبعا ليصد الالوسيف. اند راوند. الله يستر. لا لا مو 3 مشروم، 2 مشرومتين بس مو 3. 1 2 1. حلو حلو اوكي.
إذن حاليا أنا حاليا بس بدي أصمت جولة فقط لا غير. يا ساتر، بس دي اسمه جولة مشروم، بس جولة جايز. قديش في مشروم؟ في 35 مشروم هاي ب 23 كرت. اوكي منيح نازلينه هاد. بهمني ضل عندي لاحتياطات أمنية، احتياطات أمنية لأنه ممكن نرجع نحتاج الوسف مشان هاد. يلا الكبسة المهمة جدا، حنموت ولا لا؟ مشرومز ولا لا؟ كمان وي كان دو ات. نو مشرومز، نو مشرومز. 1 2 او ماي جاد، لا مشرومية الوين، مشرومية الوين. على قد على قد كنت خلص قاضي عليه 100% بالمركز الأول، ولكن بناخد الترايل كومبليت. السكس وينز جائزة بتوقع تكون حلوة، السكس وينز هون جبناها. تعالوا نشوف شو حتطلع لنا، اكيد تكون شيء حلو. بلاتينوم تشيست شامبيون كارد و 1500 شارت يا ولد يا ولد. شو اللي حيطلع لنا بقلبها؟ ابجريد هانتد، ابجريد ليجن، كذا مزا 60 شارد لانه عندنا منه كوبي. ما بهم لهلا الكلام. 448 شارد والشامبيون هو اش. يا سلام صار عندي من اش 2، حلو اش 2 من اش 3 عشان نخلص من اش نهائيا. اذا هي كانت محتويات الارينا بالمركز الثاني. طبعا اذا انتم بتحبوا الارينا كثير بتحبوا الشغلات، فيني كملكم اني اعملكم حلقه جديده. ارجع اعمل ارينا وحاول اجيب المركز الاول هالمره بدل المركز الثاني. كان جيم كثير انتنس مثل ما قالوا بالبث المباشر، بس حاولنا جهدنا بصراحه، ما فينا نعمل اكثر من هيك. على مشروماي كنا اخذنا المركز الاول، ما في شيء بالموضوع، موضوع على طقة واحدة. ما تنسوا هلا اذا ما عملتوا لايك للمقطع تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، وروابط كلها بالدسكربشن موجودة بالوصف اللي بدكم تتابعوها، وفعلوا الجرس لانه ما بيجي تنبيهات كثير على اليوتيوب. وتذكروا انه هالالعاب هي الالعاب الورقية، العاب ريوت ما كثير مشهورة بالوطن العربي، بقى حاولوا تنشروا هالالعاب لكل اصدقائكم، اعملوا شير ان كان واتساب ان كان جروبات كان من مكان، وهالطريقة ممكن نكمل وتساعدونا على انه نتطور بهذا الموضوع. يلا كما كان عمر اول جن جن ون، ومع السلامه.